صور كثيرة وصلتني واخترت منها زوج فيديوهات وصورة يعني تعبر على الشيء اللي راه يحدث في الجزائر الجديدة. هذه الصورة هي تعلق معاناة يوميات مواطن جزائري. شوفوا يوم المواطن الجزائري كيفاش قال لك رحلة الشتاء والصيف. الور في الصيف لازم يجري مور البتية تاع الماء، وفي الشتاء يجري مور البتية تاع الغاز. هذا هو حال الجزائر الجديدة. في الجزائر الجديدة كاين شيء اللي ما تشوف حتى جهة. اي نعم، هذه الجزائر الجديدة تاع تبون وشنقريحة. الماء اللي يخرج من الروبيني واش لونه يا ناس؟ شنو لون الماء اللي يخرج من الروبيني؟ لونه ابيض. الماء تاع الماء معروف، احنا في الجزائر ما على بالهمش اسكو شيكولا ولا بترول ولا شوفوا شي يشبه الكذب. صعيب تصدق، صعيب تصدق. شوف شوف اخ، يعني مصوروا الله يرحمك. هي ما تاع العين، ما تاع العين يتزاقر. شوف 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 صار ما تاع العين. ها هذا ما تاع العين. ها 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 ما ملعي. ها ها ما تاع العين. اي ماجد يرتز يا شيكولا هذه ولا بترول ولا شو ما تاع العين يخرج من العين فاتح العين. ها 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 هذا ما تقدر تشربه، ما تقدر تغسل به، ما تقدر تطيب به، ما تقدر تدوش به، ما تقدر تغسل به ما يعني تغسل به حوايج. هذا مليح تشربوا التبون والشنقريحة. هذا واش اللي يصلح. تصور جزائر غنية بالبترول بالغاز بالنهر، هاو الماء تاع الروبيني تاعها كيفاش؟ هذا الراجل راهو عايش في الجزائر، ماهوش عايش شقال في جهة أخرى ولا يهم، ومري لك التويو كيفاش؟ شيء يشبه الكذب. ما تصرف في حتى بلاد، يقول لكم راهي بلاد المعجزات ولا الجزائر الجديدة يا بلاد المعجزات. الور نزيدو دوك نكملو بصورة أخرى. في الفيضانات الأخيرة شفنا باللي لا وزير ولا رئيس ولا والي ولا واحد نقل وشاف معاناة الشعب، ولا خرجوا عسكر ولا خرجوا بومبيا والو، خلاو الشعب مباصي واحد. واش يديروا زعما باش يكاموفليو؟ يديروا اجتماع من الوزراء ويقول لك رانا نمدوا 10 مليار دينار لتعويضات للناس اللي رابوا لهم ديارهم. هذا مجلس الوزراء والصحف صحافة بودورو كامل حطوها على اون في الصفحة الأولى، يقول لك هاوليك واش قررت الحكومة وتبون 10 ملاير دينار تتمد قالك تعويضات للمتضررين. أبا بدات تبان دوك 10 ملاير دينار صح بور اون فوا وفاو بالوعد تاعها. اي بور اون فوا انجزوا وعودهم. اي نعم، شوفوا هذا المواطن راه بالدارو وراح يطلب التعويض. شوفوا واش مدور. المهم انا المتضرر تاع الحمله هذه تاع الشتاء، ورحت ريكلامي الحقي وكذا من باسكو انا الدار تاعي ماشي راح للفراش ولا عطوني بان سيق باش تجي الحمله الجايه عندي بان سيق. السلام عليكم. نعاودوا هذه، لازم نعاودوها باش تشوفوها. السلام عليكم خوتي. المهم انا المتضرر تاع الحمله هذه تاع الشتاء، ورحت الريكلام للحقي وكذا من باسكو انا الدار تاعي ماشي راح للفراش ولا عطوني بان سيق باش تجي الحمله الجايه عندي بان سيق. السلام عليكم. هذا هاي مساعدات الدوله
اللي تكلموا عليها في مجلس الوزراء واللي داروا عليها حيحايه في صحافة بودور. هيا دوك صحافة بودور يتكلموش يوريوش هذا السيد هذا يوريوش مديرو من 10 ملاير دينار. لكن مالو الله ينوب 10 ملاير 100 مليار 1000 مليار وكالكو سوا لا سوم ما كان والو عطاو له قال له باش يسيق الماو الدار نايبه رابط الدار وين يسيق واش يسيق. هذه هي جزائر تبون وشنقريحه جزائر الجديده ديالهم الله لا يتربح حمولة الحرام. الوغ اللي يغيدو الحال كيقول له الله لا يتربح حمولة الحرام نوري هاد الصور ويقول لك انتما راكم تسبوا في الجزائر يا ولد الحرام عاجبك هادي عجبتك هادي يا ولد الحرام ها نسبوا في الجزائر يا خائن يا خبيث ها تصفق الناس اللي خانوا عهد الشهداء يا ولد انك لو ما كنتش يعني خاين ولد حركي ولد انا عفواش ما تصفق لها الخبثاء الخوانة هذا. اي نعم على الدولة شوفوا كيفاش سي شنقريحة يهني رئيس او رخيص الجمهورية شي تاع كتب تاع خورته شوفوها بعد شي الله اكبر هشام عباس هشام عباس